حط عمر الجمبري على الهادي على الهادي عشان الجمبري ده بص لازما بص لازما يا جماعة. دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 2:30. الساعة 2:30 يا جماعة، خلاص داخلين على الفجر وطلبت جمبري. هو سمول بس عادي يعني شغال. حاسب في واحدة في اتنين وقعوا تحت بيجري. حاسب اتنين. هنعمل بقى يا جماعة، هي الغربة محتاجة كده، الغربة محتاجة كده أكل لذيذ دايما يعني عشان يهون على الواحد. صح ولا ايه؟ حط الجمبري كله عشان احنا ناكل، عشان احنا جعانين، عشان احنا بنتعب جدا على فكره يا جماعه. احنا بصراحه الغربه وحشه. اوعى حد فيكم يفكر يسافر يشتغل في شرم الشيخ. اقسم بالله، اقسم بالله هتندم ندم عمرك، هتندم ندم عمرك. هتفضل تمشي تكلم في نفسك. تمام يا جماعه؟ فانا والله بنصحكم لله يعني، هو حد يفكر في الغربة. الغربة وحشة يا جماعة جدا جدا يعني. أنا بص طول النهار في الشغل واجي آخر النهار لا أكل جمبري، دي عادي دي حاجة كويسة. أجي آخر النهار أبقى وش في وش البني آدم ده، عملت إيه في حياتي؟ مش عارف. أمي داعي عليا، أمي بتدعي لي، أنا مش عارف إيه الوحش في حياتي اللي عملته عشان البني آدم ده يبقى معايا في الأوضة. أصطبح بوشه وأنام بوشه، قبل ما انام شايفه، اول ما اصحى اشوفه. فانا مش عارف بصراحه، فادعوا لنا، ادعوا لي يا جماعه كده، ربنا صبرنا بصراحه البلد ده. بدانا من البطريق. بس عادي يعني، هو بضن بس عادي بيبقى لذيذ يعني. ولا ايه؟ في جنبنا مش مقشوره، مش مقشره، لا قشرها، قشرها، قشرها وبطل توقع الجمبري، عشان الجمبري ده انا شاريه، الجمبري ده انا شاريه بفلوسي، شاري بفلوسي. كيلو جمبري ب200 جنيه، ب200 جنيه، جنيه يكلم جنيه بس. اتفضل. عم حطيت ملح وفلفل. قبل الشطه ده كنت اموت فيها، بس كنت اموت عليه، بس هو حرق للاسف يعني. عادي. تمام. مالكوش دعوه بالشاشه ال 72 بوصه اللي ورا دي، ما تشغلوش بالكم بيها. الغربه، الغربه يا جماعه، الغربه وحشه. يلا حبيبي، يا رب نخلص وناكل في اليوم اللي مش هيعدينا. فين دي؟ عادي. يا رب نخلص وناكل في اليوم اللي مش فايت دي، خلينا ننام عشان نصحى للشغل بكره. يلا يا جماعه سيبكم بقى كده، لما يستوي كده بقى نرجع لكم، نطلع لكم كمان لقطه كده ان شاء الله. سلام عليك وانت بتغلي كده. يا سلام، اغلي، اغلي براحتك. حاسب يا عمرو، حاسب عمرو البتاع يا عمرو، حاسب يا عمرو، حاسب يا عمرو. دول 200 جنيه يا عمرو، دول 200 جنيه انا تعبان فيهم. عصر الليمون على الهادي، على الهادي. ايوه الله عليك يا عمرو، الله عليك يا عمرو، الله عليك. النعمة شوية جنبك، اجدع واحد قاعد. بشيل البذر يا عمرو، شيل البذر يا عمرو من الليمون يا عمرو، شيل البذر يا عمرو. طلعت، طلعت. اقول ايه؟ شيل يا عمرو، طلعت عيني يا عمرو. 16 بذرات واحد. اولع في نفسي وارتاح منك يا عمرو. ها اعمل فيك ايه يا عمرو؟ يا عمرو ده انت زهقتني والله. فينك يا خالد يا كراوية دلوقتي كده كابتن هاني؟ سيبنا وتمشي. ها سيبنا وتمشي، ما انت كنت قاعد وكنت هتاكل. اول ما البتاع باظت خلعت، ادينا عملناها، ادينا صلحناها. انت الخسران يا عم، بس عامه تتعوض ان شاء الله. لما اطلع تاني السوق القديم هبقى اشتري 2 كيلو باذن الله واعزمك يعني، واعزمك. اما اطلع السوق القديم اشتريها اعزمك ان شاء الله. شايفين يا جماعه الشوربه دي بقى؟ شوربه السكر. الله عليك يا عمرو، الله عليك يا عمرو وعلى شوربتك الجميله. برافو، برافو، برافو عليك يا عمرو. يا رب ناكل النهارده، يا رب نخلص وناكل في اليوم اللي مش فات ده.
بصوا يا جماعه بقى، اهم حاجه شويه الشرب. الله عليك الله، انت خلي بالك انا هبتدي احبك. انا مش قابلك بس انا هبتدي احبك يعني كده. لا ازعل منك يا ابن مجد، هيبوس.